على إثر قيام الحكومة بتعليق الدعم المخصص للمهنيين للتخفيف من آثار التي سببها الارتفاع المهول لسعر المحروقات ببلادنا منذ 2022، فنحن كتنسيقية نقابية لقطاع النقل الطرقي للبضائع المندوية تحت لواء النقابات المركزية الأربع، فقمنا بمراسلة السيد رئيس الحكومة من أجل التدخل وفتح باب مواكبة أمام المهنيين من أجل التسجيل في الدفعة 17، مع الالتزام بدورية هذا الدعم على رأس كل شهر، كما كان قد تعهد السيد الوزير المنتدب لدى السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 مارس 2022 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، والذي كان قد ترأسه السيد وزير النقل واللوجستيك بعد الاحتقان الاجتماعي الذي كان قد تسبب فيه الارتفاع المهول للمحروقات، في انتظار أن الحكومة تتخذ بعض الإجراءات، واللي من بينها تسقيف سعر المحروقات للمهنيين، وكذلك اتخاذ بعض الإجراءات المهيكلة التي من شأنها حل بعض المشاكل، وكذلك إيجاد بعض الحلول لبعض القضايا العالقة والتي تهم الحوار الاجتماعي ما بين التمثيليات النقابية وخاصة التنسيقية الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع والوزارة الوصية.